بيتي 6 غرف. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نعم، وصالوني 11 متر 12 متر. بعد نص المخيم اللي ساكنين فيه. الحمد لله. السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ الله يسعد لي اياكم يا رب. كثير في عالم بتحارب مين من محبي الصيف ومين من محبي الشتاء، وعلى هو ما عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي انه في ناس كثير بتحب الشتاء، وفعلا معاهم حق لانه هن عايشين باجواء حلوه، اجواء جميله، اجواء فعلا بتحس انها هي اجواء شاعريه، وقت بتكون انت قاعد ببيتك وعندك مدفأتك وعندك الصوبه وماشي بسيارتك ومشغل الشوفاج على الاخير، ففعلا بتكون اجواء شاعريه. اما وقت بتكون ساكن بمخيمات الشمال السوري ما راح يكون الوضع هيك ابدا، لانه صراحه عم نعيش نحن أسوأ ايام حياتنا كشعب سوري بهي الايام اللي عم نعيشها. الناس اللي موجوده بهي المخيمات تركت بيوتها وتركت اراضيها واشترت الاخره ان شاء الله، اشترت كرامتها، اشترت شرفها، اشترت دينها الاهم طبعا. فاليوم راح تكون حلقتنا داخل مخيمات الشمال السوري لحتى نشوف الناس اللي موجوده هون كيف عايشين، بحبوا الشتاء ولا لا. خليكم معنا. وين بيتك انت؟ انت وين بيتك؟ وانت من بيتك؟ ها؟ في مجموعة خيم هلا مثل ما كنتم شايفين مكان ما احنا موجودين نحن بهذا المخيم، وبكل خيمة في قصة معاناة لا يعلم بها الا الله، فرح ندخل هلا على وحدة من الخيم نشوف. مثل ما كنتم شايفين كمان الجو مطر، فكيف عم يقضوا حياتهم بهالمطر؟ شغال الصوبة عندهم ولا لا؟ وإذا شغالة على شو عم يشغلوها؟ خلوكم معنا. يا حي الله عمي أبو حسين. حياك الله. عم ابو حسين بدك تحكي لي شوي عن حياتك قبل النزوح. والله يا ابوي حياتي قبل هالنزوح استقرار، وقاعدين ببيوتنا ونزرع اراضينا ونمشي في مواشينا وعايشين بحياه طبيعيه، حياه ابن الريف. بيتك كم غرفه؟ بيتي 6 غرف. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نعم، وصالوني 11 متر 12 متر. بعد نص المخيم اللي ساكنين فيه. الحمد لله. قلت واوحى لي تكون الليدي بذكراك، اطلب الخلال استعيد نسمه من هواك، وافتح صدري لشرق الرياح لعلها جلبت هوى من هواك. دموعي تبكي عليك وقطرتها تسيل، فحفرت في الخدين مجرى وهنا. توصلنا شيء يا عمي ابو حسين؟ والله تشرفت بمعرفتك، والله كثير كثير تعزيت فيكم. على راسي يا عمي، مو شرف، عز. الله يجزاك الخير، عز بالشباب الموجود، ونسال الله تعالى ان نزورك بديارك ان شاء الله تعالى. انا والله هلا اللي عرفته للعم ابو حسين بخلال جولته بهذا المخيم، ما شاء الله عليه انسان مثقف، انسان واعي، وروح مرحله روح حلوه، يعني رغم انه يعني والله اعلم بتخطى ال70 من عمره، لكن ما شاء الله عليه على هالروح الحلوه اللي عنده. كثير في ناس بتنظر نظره دونيه للناس اللي موجوده بالمخيمات، مفكرين ان هن من يوم يومهم عايشين بمخيم او غيره. لا، نحن ما عم نستنقص من الناس اللي كانت ساكنين بخيم قبل، لا ابدا، لكن هاي الناس اللي في عندها بيوتها، في عندها دارها، في عندها اراضيها، في عندها اعمالها، لكن قدر الله تعالى انه يصير هذا الحرب ويصير هذا الشيء علينا، وقدر الله انه يطلعوا من بيوتهم ويجوا يسكنوا الخيام. نرجع بناكد ترى هن عايشين حاليا قبلانين هاي العيشه اللي موجوده بهذا الطين وبهذا الوحل وبهي المعاناه اللي عم تشوفوها انتم، بيكون بالنسبه لهم اهون بكثير من انه يعيشوا تحت حكم نظام بشار الأسد. لا، بنقعد هون بنتحمل المطر وبنتحمل الشوب وهذا، ونروح لهونيك وننزل عند مجرم قتال. يشهد الله ماني زعلان، والله قعدت على الشجرة والمطر فوقي والوحل تحتاتي، وينك وشو من كانوا اجوا وعرى في سبيل، وينك حفظ الكرامه وهجرتي الى الله.
اكثر شيء عم شوفه صعب خلال جولتي مع الناس هون وقت بشوف الزلمه الكبير بالعمر، الزلمه الكبير بالعمر يعني هلا نحن كشباب كلياتنا عم مثل اللي عم يشوف الفيديو يعني اي شاب هيك من عمري او اكبر او اصغر بيقول انه انا بدي ابني مستقبل لإلي، يعني بيكون سقف احلامه انه يكون عنده بيته وسيارته، يكون شيء ملك لإله، عمله الخاص، ارضه، فهدول كمان الناس اللي عم نشوفها هلا الكباريه اللي موجودين هون، كمان هن هيك كان هيك كان سقف احلامه يكون عنده بيته الخاص، عمله الخاص، سيارته، كل هذا الشيء راح بغمضة عين، راح هذا الشيء اللي صار، فنظراتهم لهي الناس ولو كان عم يضحك معك بتحس انه في عنده فقد كثير كبير. إذا بدنا نطلع على الخيمة، هلا بس ما فيها أي خيمة تمام، هو حديد وشادر، هذا الحديد والشادر الله راح يوقي من برد الشتاء أو بلا الشتاء يعني من حر الصيف، ما له بيت أبداً، هاي العيشة اللي عايشينها مؤقتة، لكن للأسف هاي العيشة المؤقتة هي طويلة، يعني في ناس صار لها 5 سنوات، في ناس صار لها 7 سنوات، في ناس صار لها أكثر من 7 سنوات لسه، وللأسف الشديد يعني نظام بشار الأسد دائماً عم يستهدف المناطق عم تتعرض لقصف، عم يكون في ازدياد بعدد النازحين يعني، فنحن سرطاننا الأكبر ومصيبتنا الأكبر هي نظام بشار الأسد. أمطار غزيرة ما شاء الله وهلأ دخل الليل يعني وبلشت معه المعاناة اللي بتصير بشكل يومي بالمخيمات، بلش تنزل المي على قلب الخيام، بدها تبلش بقى ينحط الجاطات تحت المكان ما عم تنزل المي لحتى ما يغرق الفرش اللي عايشين فيه، بتعرفوا شو الفرش؟ هو عبارة عن اسفنجتين 3 يمكن، ويا في سداجة يا أما ما في. الشيء اللي شفتوه بهي الحلقة يا جماعة الخير هو ساعات قليلة جدا من حياة صار لها أكثر من 7 أو 8 سنوات عم تعيشها هاي الناس بمخيمات النزوح اللي بالشمال السوري، لكن بنقدر نقول عنها نحن مخيمات الكرامة، مخيمات العزة، مخيمات الشرف، لأنه هاي الناس هي قابلة بالعيشة هون وما أنا قابلة تروح تسكن ببيوتها تحت حكم نظام بشار الأسد، نسأل الله تعالى إنه يتقبل منهم ويجعل هجرتهم في سبيل رب العالمين. لهون بتكون نهاية حلقتنا إن شاء الله تكون عجبتكم، دمتم برعاية رب العالمين، السلام عليكم.